وهران، رياح هبت من أندلس اشتاقت إلى الضفة الجنوبية فأبحرت بأشرعة الرياضة نحو الباهية. واسألوا بسكارا الإيطالية إن كنتم لا تعلمون. فهناك صوت المتوسطيون لوهران 66 مصوتا من 22 بلدا من الضفتين قالوا بالأغلبية نعم للباهية، الباهية التي استحقت الثقة بعد تاريخ حافل بالإنجازات الرياضية ومسيرة متكاملة لتقوية البنية التحتية. فتدعم النقل وهياكل الاستقبال والمنشآت الرياضية الكبرى، مركب جديد ببرجير مرفوق بقرية أولمبية لإيواء أكثر من 14,000 رياضي مع كل المقاييس العالمية للتدريب والاسترجاع، لتربط بخط ترامواي انطلاقا من المحطة الجوية المستقبلية. وهران، المذيافة، بفنادق فاخرة تخاطب السحاب ما فتئت تهدي للجزائر أبطالة نورية مراح، عفان زازا، زهرة قمير، نساء من طينة الذهب في المحافل الكبرى، أحمد صفيري، عبد الحفيظ تصفاوت، رحوي بعلام في أول ذهبية للجزائر في ألعاب المتوسط. كذلك ولدت أول ميدالية للملاكم الوهراني مصطفى موسى من لوس أنجلوس الأمريكية، فكرس للجزائر نبل الرياضة ونبل التتويج. جوهرة المتوسط تستقبل 12 مليون مصطاف في شهر واحد، ذاك الرقم الذي يضاف إلى زادها المدني المتكامل فضلا عن الثراء الثقافي المتوسطين. تلك المدينة التي يحميها حصن مرجاجو تحتضن حوارا دائما بين جامع الباشا وكنيسة سانتا كروز، تغذيه همسات البشاشة من الحمري وقنبيطة وغيرهم من أحفاد عبد القادر علولة، وركح احتضن الملحون فأغنية الراي، ملف لا فتور فيه على أرض الواقع قبل الأوراق. وها هو العالم يشهد، شفارزنيغير يغرد داعما، وبلدية بوردو والتوأم، وشخصيات من إسبانيا وإيطاليا، فثبت الترشيح والتصويت والاحتضان منذ 75. ها هي تعود ألعاب المتوسط في الجزائر من باب وهران، وبين الوهرانيين الذين التزموا ووفوا، مرحبا بكم في الباهية.